السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. اللي انت شايفهم دول بنات عريانة، سيكو 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 سيكو. المهم، اعتقلت الشرطة في دبي اكثر من 10 سيدات، او يعني شين ره ميم ته قصدي شين ميم ره ته واو، صورا عاريات اتصوروا، يعني صور عارية على شرفة منزل في دبي. انتشرت تسجيلات مصورة وصور على موقع التواصل الاجتماعي مساء امس اكثر من 10 سيدات على، يا ريتني كنت هناك. اه والله. المهم، مساء امس في الشرفة اثناء تصويرهم في دبي مارينا في وضح النهار، واكدت الشرطة ان المعتقلين بسبب التسجيل غير اللائق احيلوا الى النيابة العامة. وجاء في بيان الشرطة: هذه السلوكات غير المقبولة، لا تعكس قيم واخلاق المجتمع الاماراتي. طبعا الصوره متنغنش عليها، هروح على بقى ايه، ادور على صوره مش متنغنش عليها عشان اتاكد من الخبر. سلام.